واحد. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية وكذلك علوم رياضية خيار فرنسي، ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار مجموعة من الأمثلة اللي كيف ما قلت لكم غنخدم معكم لي كونترول نيمو دو ديال الشابتر ديال لا ستراتيغرافي اي لي كونسيبت ديفيزيون جو كرونولوجيك. كنت خدمت معكم ديجا جوج ديال لي زيكزومبل ديال لا بارتي الاولى ديال الريزيرمون باردون ديال الريستيتيسيون دي كونيسونس لا بارتي الاولى ديال استرداد المعارف اللي كتكون على خمسة نقط. خدمت معكم جوج ديال لي زيكزومبل وغادي نزيد باذن الله نخدم معكم اكثر من جوج ديال لي زيكزومبل. دابا هاد الحصه هادي باذن الله غادي نخدم معكم دوزيام بارتي ديال الريزونمون سيانتيفيك اللي كتكون على 15 نقطة. غادي نخدم معكم جوج تمارين فهاد الحصة هادي، نخدم معكم غير تمرين واحد. دونك بالنسبة لهاد التمرين كيف ما قلت لكم هاد التمرين 100% تيتحط، لا بلوبار ديال لي بروف تيحطو هاد التمرين هاد بحال هكا كيف ما كتشوفو، لا بصيغة اخرى كيبدلو فيه شوية، المهم هاد التمرين تيتحط. يعني لا تبعتو معايا الفيديو من الاول حتى الاخر كون اكيد غتجاوب على هاد التمرين وغتاخد لا نوت، غالبا ما تتحط عليه 4.5 حتى الخمسة ديال النقاط، كاين اللي كيحط عليه كتر، كاين اللي كيحط عليه حتى 9 نقاط 8 ديال النقاط. دونك تبعو معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، غادي نشرح هاد التمرين باذن الله وكلشي غادي يعرف يجاوب على التمرين. قبل ما نبدا معكم التمرين واحد لوبسيرفاسيون، كنلاحظ ان بزاف كيتفرجوا في الفيديو وما ديرش ابوني للقناه، ما ديرش سبسكرايب، ما تيديروا دي لايك. يعني مادام انني تندير واحد لي فور معاك وتنخدم معاكم ان فوا كيطلبوا شي حاجه تنخدمها معاكم، دروس دي كونترول، يعني تنخلي بزاف الانشغالات اللي عندي والخدمه ديالي مع التلام ديالي وانسي دو سويت، وتنخدم معاكم تناخذ من وقتي تندير لو ماكسيموم باش كناخذ من وقتي باش انني نجلس ونخدم معاكم، حتى نتوما ما خسرتوا حتى شي حاجه كيف ما انا كنخدم معاكم تعطيكم من وقتي ما خسرتوا حتى شي حاجه. دير ابوني ودير سبسكرايب باش هكا فيما حط شي حاجه جديده توصلك، وكذلك ديروا دي لايك علاش لا هذا الفيديو، طلعوا 10000 لايك باش كلشي يستافد ويطلع هاد لا فيديو لجميع التلاميذ والتلميذات ديال سنه اولى بكالوريا، وكلشي يجيب بلا نوت، بغينا كلشي يجيب نقطه في الفرد الثاني، سيرتو الناس اللي ما جابوش نقطه في الفرد الاول، واللي جاب بلا نوت يجيب اكثر ان شاء الله في الفرد الثاني. هذه كملاحظه بين قوسين، يعني ما خاصني حتى شي حاجه، الاغلبيه ديال التلاميذ كيتفرجوا ولكن ما تيديروا ابوني، ما تيديروا سبسكرايب، ما كيديروا لايك، ما خسرتي والو، دير ابوني سبسكرايب ودير لايك باش هكا تشجعوني نخدم معكم اكثر واكثر باذن الله تمارين فروض ودروس ان شاء الله باش تجيو عسير. هذا هو هدفنا، هو اننا نكونو بيان سور رهنا اشاره تلميذ ويجيب دي بون نوت وحظ موفق لجميع التلاميذ والتلميذات. هذه بين قوسين غنبداو على بركه الله. هذه اكسرسيس 1 لو دوكيمون سي contre représente deux colonnes stratigraphiques réalisées dans deux zones X et Y d'une région donnée. Donc, il y a deux colonnes, il y a juste deux colonnes, c'est le premier, dans la zone X, et le deuxième, dans la zone Y. D'accord ? كل عمود كيتكون فيه مجموعة من الطبقات الرسوبية بليزيوغ سترات سيديمونتار. دونك في لاكيستيون الأولى قالك إيطابليغ لا كوريلاسيون chronologique entre la strate 2 de la zone X et la strate 6 de la zone Y et justifiez votre réponse. Mais si vous voulez la corrélation chronologique, vous voulez dire que vous avez la strate 2, la strate 2, la strate 2 ou la strate 6, vous avez la même âge. C'est-à-dire établir la corrélation, vous avez la même âge. هاد السطرات هذا السطرات الثاني والسطرات رقم 6 واش عندهم نفس العمر؟ الا قلتي عندهم نفس العمر، هاد السطرات بيان سور 2 راه كاين في لازون اكس وهاد السطرات 6 راه كاين في لازون ايغريك. الا قلتي مثلا عندهم نفس العمر جوستيفي فوتغ ريبونس، يعني علل اجابتك. مثلا قلتي انهم عندهمش نفس العمر، عاود علل الاجابه ديالك. دونك كإجابة على هذا السؤال هذا غنمشيو لهاد الطبقتين، الطبقة جوج والطبقة ستة، غادي نشوفو واش محصورين بنفس السقف ونفس السرير. دونك
يلا حطوا 3 و7، 3 و7 راه نفس محصورين بنفس سرير، يعني هذه الطبقة هذه ديك الطبقة اللي تحت من طبقة 2 هي نفسها اللي تحت من طبقة 6، يعني بنفس سرير. ونشوفوا واش نفس السقف، دونك هاد 1 و5 راه نفس السقف. دونك سولون هاد لو برينسيپ هذا يعني اوتوماتيكمون ان الطبقتين طبقة 2 و6 عندهم نفس العمر. علاش؟ حيتاش محصورتين بنفس السقف ونفس السرير رغم اختلاف السحنة. بالنسبة لجستيفي فوتخو ريبونس، علاش؟ هذا سولون لو برينسيپ دو كونتينيتي، حسب مبدأ الاستمرارية. حيتاش هاد المبدأ ديال الاستمرارية شنو تيقول ليا؟ سولون لو برينسيپ دو كونتينيتي بيان سور دو كوش ايزون لو ميم اج بيان سور مالغري لا ديفيرونس دو فاسيس، راه مختلف السحنه. يعني مثلا هنايا الكالكير وهنايا الغري راه مختلف السحنه. سي ديليميتي ولا ايزون ديليميتي بار لو ميم طوا اي لو ميم مور. هذا بور لا كيسيون الاولى. انا بغيت نقول لكم هادشي شفويا، ولكن انا عارفه بزاف ديال تلامتي لقاو مشكل يعني في انهم يديروا التعبير. داكشي علاش غادي نحاول انني نجاوب لكم على هاد لي كيسيون فرقه، باش هكا كل واحد يعرف كيفاش يجاوب عليهم. بغيت نجاوب شفويا، ولكن بزاف ديال تلامت غيلقاو مشكل في الاجابه على هاد لي كيسيون. في لا كيسيون 2 دابا غنشرح لكم هاد لي كيسيون، وعاد باش الاجابه غادي نعطيها لكم في ورقه هكا مكتوبة باش تعرفوا شنو غتكتبوا في الفرض. دونك في لا كيسيون الثانيه، كومون بوتو اكسبليك لا فارياسيون دو فاسيس دو سي دو سترات، كيفاش يمكن لينا نشرحوا لا فارياسيون او بيان شونجمون تغير ديال السحنه ما بين ديال هاد جوج ديال السترات، يعني ما بين هاد السترات الثاني وهذا السته. علاش كاين اختلاف السحنه؟ يعني المحتوى ديالهم، يعني هنايا مثلا هنا كاين الكالكير وهنايا كاين الكري. علاش كاين في هذا الاختلاف ديال السحنه رغم انهم عندهم نفس العمر؟ شنو السبب؟ باش غنكسبليكيو هذا الاختلاف هذا. في لا كيسيون 3، كومونط اون ابيل لو كونتاكت اونتر لو غرانيت 4 اي لو مارين بلانش 3 دون لا زون اكس. في لا كيسيون 3 قال لك شنو تيتما هذاك لو كونتاكت، هذاك ليميت ولا داك الحد ما بين الجرانيت ها هو 4، ما بين هاد الطبقة 4 والطبقة 3، هاد الحد هذا شنو كيتسمى؟ و جيستيفي فوتخو ريبونس، علل إجاباتك. إلا سميتي شي حاجة غدير تعليل. نمشيو للسؤال 4، كومون أبيل طون لابسونس دو لارجيل دون لا زون إكس. شنو تنسميو إلا لاحظتو هنايا في لا زون إكس عندي غياب ديال هاج ديال الطبقة ديال لارجيل؟ هانتوما هنا تسعود هادي بحال 4، ولكن الطبقة 8 مكيناش هنايا، هنا 3 بحال 7، هنا غياب الطبقة 8. شنو تنسميو الغياب ديال الطين في لازون اكس؟ الطبقة هادي شنو كنسميو داك الغياب شنو كيتسمى؟ داكوغ، عنده واحد الاسم كيلي سون سيكوز. شنو هي الأسباب ديال هاد الغياب اللي كيخلي هاد الطبقة هادي بيان سور اختفت في هاد لازون اكس؟ نمشيو لا كيسيون 5، كومون تابيل بيان سور كومون ابليتون باردون لو فوسيل ا. هاد لو فوسيل ا كوم فو فويي دون لا فوتو شنو سميتو؟ عندو واحد الاسم. وكي سو سي كاركتيرستيك، شنو هي المميزات ديالو؟ اي فوا غتعرف سميتو غتعرف اش من نوع ديال لي فوسيل، اش من نوع ديال المستحدث، غادي تعرف المميزات ديالو. لا كيسيون 6، اكيل ايغ جيولوجيك ابارتيان لو سترات 6 جوستيفيي فوتخو ريبونس. نمشيو سترات 6، غري كونتيان لو فوسيل ا. دونك هاد ان هاد الطبقه هادي قالك انها تحتوي على المستحات ا، هاد المستحات ا. دونك اوتوماتيكمون شنو هو ليغ جيولوجيك؟ شنو اش من حقبه ديال هاد الطبقه هادي؟ ولا قلتي اش من حقبه جوستيفيي فوتخو ريبونس، يعني علاش اعتمدتي باش قلتي اش من حقبه كتنتمي ليها طبقه 6؟ في لا كيسيون الاخرى، ديدوير لير جيولوجيك دو لا سترات 2 دو بيان سور دو لا زون اكس. نمشيو لا زون اكس، ها هي كون فوي. دونك هنا قالك ديدوير لير جيولوجيك دو لا سترات 2، اش من لير جيولوجيك، اش من حقب كتنتمي هاد الطبقه الرسوبيه رقم 2؟
دونك هادو شرحت لكم ها لي كيسيون. هنا بيان سور غادي نحاول انني ندير لكم اجابه على كل سؤال باش هكا تعرفوا شنو تكتب في الورقه بالضبط. بغيت نجاوب شفويا كي بزاف ديال التلاميذ غيلقاو مشكل يعني كيفاش غيعطي لا ريبونس اكزاكت. دونك كإجابة على السؤال الأول أنا جاوبت هنايا selon le principe de continuité حسب مبدأ الاستمرارية le strat 2 dans la zone X et le strat 6 et le strat 6 dans la zone Y ils ont le même âge. يعني قلت أن الطبقة رقم 6 ورقم 2 عندهم نفس العمر car ils sont limités par علاش ils sont limités par le même toit et le même mur حيتاش محصورتين بنفس الطبقة بنفس السرير باردون وبنفس السقف. هذا كريبونس للسؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني في السؤال الثاني قال لك كومون اكسبليك كيفاش كنشرحوا هذيك لا فارياسيون التغير ديال السحنه في طبقتين طبقه رقم 2 وطبقه رقم 6 رغم انهما عندهم نفس العمر. دونك في الشرح باش كنشرحوهم دونك لا فارياسيون دو فاسياس دو سي دي كوش دونك هاد الاختلاف ديال السحنه ما بين جوج ديال الطبقات اللي هي الطبقه 2 و 6 سيكسبليك par le changement des conditions de sédimentation. يعني باش كنشرحوا هاد لا فارياسيون هو بالتغير ظروف الترسب. تغير ظروف الترسب داكشي اللي عطانا اختلاف ديال السحنه. ربما بيان سور كان في الاول كانت عندهم نفس السحنه وبنختلفوا داك بيان سور لي كونديسيون ديال لو ميليو دي سيديمونطاسيون اختلف اوتوماتيكمون اختلفت هذاك المحتوى ولا المكونات اللي كيتكونوا منها. حيت الطبقه بالنسبه للطبقه 6 كتكون من الكالكار وطبقه 6 كتكون باردون من الكري وطبقه رقم 2 من الكالكار. شنو السبب؟ دائما تنشرحوا السبب باغ لو شونجمون دي كونديسيون دو سيديمونطاسيون. دونك بالنسبه للسؤال 3 قال لك شنو سميت لو كونتاكت ما بين الجرانيت اي لو مارين بلانش 3 شنو سميت هذاك لو كونتاكت وشنو سميت داك الحد اللي ما بين هاد جوج الطبقات ما بين الطبقه 4 و 3 هاد الحد هذا كيتسمى سكون ابل ديسكوردونس لا ديسكوردونس انغولير ديسكوردونس انغولير او يسمى بالعربيه بالتنافر الزاوي. وقال لك جوستيفي فوتغ ريبونس علاش سميتي هاد الحد هذا ديسكوردونس انغولير. علاش سميناها ديسكوردونس انغولير؟ غادي بحال غندير الوصف كيفاش كيتكون لا ديسكوردونس انغولير. علاش عندي اول حاجه الديبو ديال الجرانيت ديال هاد الطرات ديال الجرانيت بار لا سويت البليسمون ديال هاد الجرانيت هذا يعني تيوقع ديفورماسيون تكتونيك يعني كيتطوى هاد الجرانيت هذا بار لا سويت عندي لوغوزيون او بيان ايرودي هاد الجرانيت كيوقع ليه كيوقع ليه حت بار لا سويت فينالمون ديبو دو مارين بلانش. هادو هاد لي زيتاب ديبو اول حاجه بليسمون او بيان سولوفمون يعني كيوقع طيات بار لا سويت حت واخر حاجه ديبو ديال دي نوفو سترات اللي هو مارا بلانش. هذا كيعطيني ما يسمى بالتنافر الزاوي. هنا كنكون عللت علاش عندي تنافر زاوي. بالنسبه للسؤال 4 قال لنا شنو تيتما لابسونس ديال لارجيل في لازون اكس شنو كيتما هذاك الغياب ديال الطبقه ديال الطين في لازون اكس في المنطقه اكس الا قارنا هذاك الكولون اللي كاين في المنطقه اكس الا قارناه مع المنطقه اي غنلقاو ان في المنطقه اكس غايبه واحد الطبقه ديال لارجيل. هذاك الغياب هذا شنو قال لك كيتما في لا كيسيون شنو تيتما كيتما لاكون ستراتيغرافيك كيتما فجوه استراتيغرافيه. قال لك شنو هما لي كوز سي كوز ديال هاد لابسونس هذا ديال هاد لاكون ستراتيغرافيك. بالنسبه للاسباب ديال الفجوه الاستراتيغرافيه جوج ديال الاسباب. السبب الاول لابسونس دو سيديمونطاسيون او بيان انتربونسيون ديال سيديمونطاسيون سكون ابل نون ديبو يعني غياب ترسب نون ديبو ولا ترسبت وجا مثلا واحد تجاوز بحري ولا هذا وحيد ليا داكوغ
حيد لي هذيك الطبقه هذيك او بيان لي روزون جوج الاسباب لابسون دو سيديمونطاسيون او بيان نون ديبو اي لي روزون ما يسمى بالحت. هذا كاجابه على السؤال 4. دونك بالنسبه للسؤال 5 عطانكم واحد الصوره ديال واحد المستحثة وقال شنو سميتها. سميت المستحثة هو لامونيت، راها مدوره راه عندكم في التمرين. دونك الاسم ديال المستحثة لامونيت، داكو. قال لك كيل سون لي كاركتيرستيك، شنو هي الخصائص ديال هاد لامونيت. بما ان لامونيت كينتمي النوع ديال لي فوسيل ستراتيغرافيك، كينتمي للمستحثات الطبقاتيه، غنديرو الخصائص ديال المستحثات الطبقاتيه، داكو، حيت هو كينتمي للمستحثات الطبقاتيه. بالنسبه للخصائص ديال المستحثات الطبقاتيه، اول خاصيه اون فيبل اكستنسيون دون لو طون، يعني مده عيش قصيره، او بيان اون كورت بيان سورفي، كنقولوا اون فيبل اكستنسيون دون لو طون، مده عيش اللي هي قصيره، تعيش واحد المده زمنيه اللي هي قصيره، داكوغ. بالنسبه الدوزيام كاركتيرستيك اون غروند اكستنسيون جيوغرافيك، عندهم انتشار جغرافي، هنايا باردون انتشار جغرافي واسع ماشي محدود، مرديتش البال، انتشار جغرافي واسع، يعني تلقاوهم في أماكن عدة، تلقاوهم بزاف د البلايص، هو انتشار جغرافي واسع، اون غروند اكستنسيون جيوغرافيك. آخر مميز لي كاركتيرستيك اون غروند أبوندونس، يعني كيكونو بوفر، كيكونو بكثرة، داكوغ. هادو هما لي كاركتيرستيك، اون فيبل كيف ما قلتلكم اكستنسيون دون لو طون، مدة عيش قصيرة، اون غروند اكستنسيون جيوغرافيك، انتشار جغرافي لهواية واسع، و اون غروند أبوندونس. دونك بالنسبه للسؤال 6 سولو هنا، قال لك لو ستراتيس ابارتير اكيلر، يعني ان الطبقه رقم 6 كتنتمي لاش من حقب، داكو. بالنسبه لو ستراتيس كيجاب على هذا السؤال، لو ستراتيس ابارتير الير سكوندير، كينتمي للحقب الثاني، هاد الطبقه رقم 6 كتنتمي للحقب الثاني. وقال لك جوستيفي فوتغ ريبونس، علاش قلنا انها كتنتمي للحقب الثاني. دونك اجابه على السؤال car elle comprend des ammonites qui vivent dans ou bien à l'ère secondaire. علاش حيت كتحتوي ولا elle contient ولا comprend la même chose كتحتوي على الامونيت، وهاد لي زامونيت معروفين انهم كيعيشوا في الحقب الثاني. اي طبقه كيف ما كانت قال لكم عطانا العمر ديالها، دائما تشوف اش من مستحثة كاينه فيها، غالبا يا اما يعطيك تريلوبيت ولا لامونيت. لامونيت كيعيش في الحقب الثاني، غتقول لهم العمر ديال ديك الطبقه هو الحقب الثاني، غيقول لك علاش، غيقول لي حاجه انها طبقه كتحتوي مثلا على لامونيت اللي كيعيش هو اصلا في الحقب الثاني، ولا غيعطيك تريلوبيت ثلاثيه الفصوص. الا عطاك تريلوبيت ثلاثيه الفصوص وقال لك العمر ديال ديك الطبقه، تقول ليه الحقب الاول، تقول ليه عاود، غيقول لك جو سيفي فوتغ ريبونس، غتقول ليه الكونتيون او بي اي كومبرون التريلوبيت كي فيف الاغ بريمير، كيعيش في الحقب الاول، تريلوبيت ثلاثيه الفصوص الوغ كو لامونيت تيعيش في الحقب الثاني. هذا كإجابة على السؤال رقم 6. ندوزو للسؤال رقم 7، قال لك لير جيولوجيك دو لا سترات 2 دو او بيان سور دو لا زون اكس، قال لك شنو هو الحقب ديال هاد الطبقه رقم 2. بما ان الطبقه رقم 2 ديجا شفنا انها عندها نفس العمر بحالها بحال الطبقه رقم 6، داكو، دونك اوتوماتيكمون راها كتنتمي للحقب الثاني، حيت الطبقه رقم 6 فيها لامونيت، وقلنا ان لامونيت كي بيان سور كيعيش في الحقب الثاني. بما ان عمر الطبقه رقم 6 هو الحقب الثاني، اوتوماتيكمون العمر ديال الطبقه رقم 2 حيت عندهم نفس العمر راه هو الحقب الاول ليغ سوكوندار، داكو. وهنا كنكون اعزائي التلاميذ اعزائي التلميذات ساليت معكم لي ريبونس، كان بامكاني انني نديرهم لكم يعني شفويا ونختصر الوقت والجهد، ولكن انا ارتأيت باش انني نكتب لكم، حيت بزاف ما غاديش يعرف يكتب لا ريبونس اكزاكت، واخا غادي نقولها شفويا ما غاديش تعرفوا، يعني بزاف ديال التلاميذ الله يحسن لهم ما غاديش يعرفوا كيفاش يكتبوا، داكشي علاش ارتأيت انني نكتب لكم. دونك كيف ما انا كندير معكم واحد الجهد، تنتوما ما خاسرين والو، عاونوني بدي لايك باش هكا كاع التلاميذ
يوصل لهم هذا التسجيل ويوصل لهم هذا الفرد هذا مصحح بكل شيء. وكذلك ديروا ابوني سبسكرايب باش اي حاجه حطيتها توصلكم، اي جديد حطيته يوصلكم، ما خاسرين حتى شي حاجه. وكنقول لكم اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، حد موفق للجميع كاملين. بغيتكم تجيو 20، علاش لا؟ حتى شي حاجه ما مستحيله، بالاراده وبالخدمه وبالمجهود بيان سور غادي يجيب 20 على 20. كنتمنى انني نكون عاونتكم ولو بالقليل، وكنتمنى لكم حظ موفق للجميع.